في وقت شددت فيه وزيرة التربية نورية بن غبريت على ضرورة انطلاق الدروس في اليوم الأول من الدخول المدرسي، تفاجأ تلاميذ ثانوية الإمام الغزالي بسور الغزلان بولاية البويرة بمنعهم من الدخول المدرسي من طرف إدارة المدرسة بسبب أشغال الترميم والتهيئة التي تعرفها الثانوية. إدارة الثانوية أعلمت التلاميذ بالرجوع الأسبوع القادم، لكن الأولياء استبعدوا انطلاق الدراسة خلال الأسابيع المقبلة نظرا لكثرة الأشغال. لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع يلتحق بنا على المباشر السيد بن علي محمد، نائب رئيس المقاطعة الولائية للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ. مساء الخير سيدي. مساء النور. كما كنا نشاهد يعني في الصور يعني اليوم بداية الدخول المدرسي، ولكن للأسف ثانوية أقول الغزالي الإمام الغزالي بسور الغزلان يعني تلاميذها منعوا من الدخول إلى المؤسسة وبسبب يعني عدم انتهاء الأشغال، يعني ما رأيكم في هذا التصرف؟ الواقع أن أختي أريد أن أصحح نقطة فقط، هي فضل. لم يمنع التلاميذ من الدخول، دخلوا ولكن وضعية المؤسسة لا تسمح بانطلاق الدراسة. كما لاحظتم في الصورة التي نشرتها الآن، المؤسسة هي ورشة عمل، والورشة هذه فيها ساحة فيها تهيئة، فيها دورات المياه وغيرها، بالتالي هذا ما يمنع من التحاق التلاميذ بالحجرات الدراسية وحفاظا على سلامة التلاميذ. رأت الإدارة يعني تأخير الدخول المدرسي، هذا التأخير لا نعلم لماذا، لمده لاي مده، يعني ممكن تكون مده اسبوع او اسبوعين حسب الملاحظه على في الواقع، ممكن تتدوم الى مده اسبوعين. طيب سيد من سيد يتحمل هذه المسؤوليه؟ طيب تاخر هذا. طيب سيد بن علي محمد، يعني اذا قلنا بان التلاميذ ما التحقوش باقسامهم، لم يلتحقوا بالاقسام، اليوم اول درس لم يتلقاه يعني تلاميذ ثانويه الامام الغزالي بسور الغزلان. شيء طبيعي. طبعا لم يلتحقوا بالحجرات الدراسية، الحجرات في حال تهيئة. طيب نعم أنا في الاستماع. طيب سيد بن علي محمد، هل تعتقد بأن الأشغال والدخول المدرسي يعني هذه المفارقة، نقدر نقول بأنها مفارقة عجيبة وفريدة من نوعها؟ نعم، شوفي يا أخت، الواقع أنا لم ندري ما هو الأسباب التي تركت المديرية التربية مديرية التربية تتأخر في انطلاق الأشغال، رغم أن هذا المشروع مشروع ترميم، هذه مؤسسة ثانوية الغزالي هي من أقدم وأعرق المؤسسات الموجودة على مستوى الولاية والوطن، ولم تستفيد من الترميم من مدة تأسيسها، تأسست في 1970، بالتالي 45 سنة لم تستفيد من الترميم، وللأسف استفادت في الموسم الدراسي 2013-2014 بمبلغ مالي يقدر حوالي 4 ملايين سنتيم، ولم تنطلق الأشغال فيها إلا في الأسبوع الثاني من شهر أوت للموسم الدراسي الحالي، يعني في 2015. بالتالي ما هو سبب تأخر هذا أولاً؟ اثنين، لماذا لم تنطلق الأشغال بعد نهاية امتحان شهادة البكالوريا مباشرة حتى نربح الوقت وأن تكون دخول مدرسي عادي؟ هذا السؤال الثاني. إذا من هو المسؤول حقيقة؟ من هو المسؤول؟ وهل التلاميذ هم الذين سيدفعون الثمن؟ يعني أسبوع وأسبوعين من الدراسة، من سيتحمل هذا التأخر؟ سيد بن علي محمد، نائب رئيس المقاطعة الولائية للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، شكرا لك على هذه التوضيحات. عفوا، شكرا. مشاهدينا نبقى في ذات الملف ونربط الاتصال بالسيد بالقاسم مراد، أستاذ بثانوية الإمام الغزالي سور الغزلان بولاية البويرة. مساء الخير سيدي. ألو سيد بالقاسم مراد، أستاذ بثانوية الإمام الغزالي، هل أنت في الاستماع؟ ألو، يبدو أن الاتصال بالسيد بالقاسم مراد أستاذ بثانوية الإمام الغزالي سور الغزلان غير واضح. أنا أسمعكم. سيد بالقاسم مساء الخير. نعم أنا أسمعكم. سيد بالقاسم مراد أستاذ بثانوية الإمام الغزالي، مساء الخير، هل أنت في الاستماع؟ نعم أنا في الاستماع، مساء النور. طيب سيد بالقاسم، بصفتكم يعني أستاذ بثانوية الإمام الغزالي، هل لك أن تلقل لنا صورة أول يوم دراسي وبأنكم لم تزاولوا يعني الدراسة ولم تلتحقوا لم تدرسوا يعني اليوم الأول نقدر نقول؟ لن ندرس اليوم ولا غدا، لأن المشروع هذا انطلق منذ 15 يوما، وربما تتأخر الدراسة إلى أكثر من 15 يوما، هذا إذا كانت الأشغال في وتيرة متسارعة جدا.
والمشكلة هذا الأستاذ لا يتحمله. لأن ثانوية الغزالي الآن أصبحت عبارة عن ورشة أشغال هي غير صالحة الآن تماما لانطلاق العام الدراسي. ولذلك نحن قلنا من قبل حتى أن هذا المشروع الذي قام يعني به مدير التربية في الساحة تمنع التلاميذ من الالتحاق بحجراتهم، وإذا التحقوا بحجراتهم غير معقول جدا أن يقدم الأساتذة دروسهم بطريقة طبيعية جدا. هذه واحدة، أنا أستاذ ومثل الأساتذة وعضو في مجلس التشريع والتوجيه، كنا قد اتفقنا جميعا على أن الأشغال الكبرى تهتم بالبوابة وبالتدفئة وبالختامة تنشيطي، ولكن هذه الأشغال لم تنطلق، انطلقت في الساحة. طيب السيد بالقسمي مراد، طيب سيد بالقسمي، رئيس المشروع هذا يعني أنه أجبر على الوتيرة المتسارعة حتى أن هذه الأشغال الآن التي تجري في الساحة ستكون يعني أشغال يعني غير تامة وغير مكتملة. سيد بالقسمي مراد أستاذ بثانوية الإمام الغزالي سور الغزلان بالبويرة، تفضل. إذا سمحتي فقط تفضل تفضل أستاذ باختصار. هناك مشروع غلافه المالي تجاوز 4 ملايير ونصف. هذه رسالة أوجهها إلى معالي وزيرة التربية والتربية، أدعوها إلى الاهتمام بهذا المشروع، ويجب أن يكون تحت عينيها، يجب أن تراقب هذا المشروع، لأن هذه الطريقة التي يعلن بها في بلد الغزالي صدقوني أن هذا الغلاف المالي سيذهب هنا وهناك. طيب السيد بالقسمي مراد إن شاء الله يعني رسالتك ولي حق المراقبة. شكرا لك سيد بالقسمي مراد أستاذ بثانوية الإمام الغزالي بسور الغزلان بالولاية البويرة، شكرا لك على هذا التدخل. شكرا.